السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. شكل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لجنة تضم رؤساء عدد من الأحزاب السياسية برئاسة رئيس القطب السياسي للمنتدى محفوظ والبتاح، وتعنى اللجنة بالاتصال بحزبي تكتل القوى الديمقراطية والتنوب الديمقراطي إناد، اللذين رفضا استئناف اللقاءات مع النظام قبل تقديمه ردا مكتوبا على المقترحات التي سبق وأن تقدم بها المنتدى. وقد أجل المنتدى حسمه موقفه النهائي بشأن استئناف جلسات الحوار إلى يوم الثلاثاء، على أساس أن تأتي اللجنة بنتائج اتصالاتها. دان الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس مساء الجمعة، وراح ضحيتها أكثر من 120 شخصا وإصابة أكثر من 200 جريح، حالة بعضهم مصبت بالخطرة. كما نددت العديد من القوى السياسية في موريتانيا بالهجمات التي استهدفت عدة مواقع في قلب العاصمة باريس. بعد خسارته في مباراة الذهاب أول أمس أمام نظيره التونسي، وصل منتخب المرابطون الأول العاصمة تونس، حيث أجرى أولى حصصه التدريبية استعدادا لخوض مباراة الإياب المرتقبة يوم الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا. أبنى أدباء خلال أمسية بنواكشوط الشاعر العراقي الراحل عبد الرزاق عبد الواحد المتوفى قبل أيام في العاصمة الفرنسية باريس. أمسية التأبين المنظمة من طرف حزب الصواب شارك فيها عدد من الأدباء والشعراء إلى جانب بعض الساسة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله. دمتم في أمان الله.